النادي الرياضي البنزرتي والترجي الرياضي التونسي وراجعين البلاتو. الترجي الرياضي بثبات يواصل سلسلة نتائجه الإيجابية. الانتصار السادس على التوالي جاء على حساب نادي البنزرتي وعلى أرضية ميدان صعبة عرف الترجي كيفاش يتعامل معها بفضل كرة الثقل. في الجانب المقابل نادي البنزرتي لا ينتصر في رابع لقاء على التوالي في مباراة كانت صعبة على أبناء المدرب غازي الغري. طمنا على الصحة متاعك وعلى الإسلام. الحمد لله يا ربي بعد حكم ربي لا اعتراض لحكم ربي قضاء وقدر ونحن هنا في كيرا معرضين لهذا واكثر بعد يقول الحمد لله هذا ومش اكثر ان شاء الله واحد ياخذ وقته في العلاج والحمد لله الاوبيراسيون العمليه تعديت في احسن ما يكون كهو هذيك الكره. الترجي الرياضي منذ البدايه حاول مباغته الحارس الشاب اشرف الجلاسي عن طريق كل من سعد بقير وحسين الرق. في الجانب المقابل مهاجم نادي البنزرتي شادلي غرابي طلب ضربه جزاء لكن الحكم هيثم القصع يطلب مواصلة اللعب. الفرصة الأبرز تأتي من أقدام أحمد سيسي يتوغل يسدد. الحارس معجب بن شريفية يرجع الكرة في مرة أولى. علي المشاني حاسم في مرة ثانية أمام يوسف أمبينجي. مرة أخرى شادلي غراب سريع يتوغل يسدد دون خطورة على مرمى الحارس بن شريفية. هذه محاولة أخرى للنادي البنزرتي طالب من خلالها أحمد سيسي بضربة جزاء. 40 دقيقة لعب ركنية للترجي سعد بقير ينفذ وفخر الدين بن يوسف دون رقابة يفتتح النتيجة يباغة الحارس أشرف الجلاسي. شوط أول ينهيه الترجي متقدم أمام النادي البنزرتي بهدف لصفر. الشوط الثاني يدخل فيه الترجي بقوة بواقعية كبيرة يستغل الكرة الثابتة بنفس الكيفية يضعف النتيجة الإمضاء في هالمرة من هدف البطولة بستة أهداف طه ياسين الخميس. بعد الهدف الثاني احمد سيسي حاول مباغة حارس الترجي يسدد بن شريفية يتصدى. في الجانب المقابل طه ياسين الخنيسي يرفض الهدية تسديدته بعيدة على مرمى جلس. الهجوم يتحول للنادي البنزرتي الشادلي غرب في مرة أولى يسدد جانبية ثم في محاولة ثانية يتحصل على ضربة جزاء. حمزة المثلوف ينفذ يذلل الفارق في توقيت 86 دقيقة لعب. نقطة قوة الترجي في هالمباراة الكرة الثابتة بديل سعد بقير الياس جلاسي ينفذ مخالفة مباشرة يباغت بها الحارس أشرف جلاس. 3-1 هي نتيجة نهائية للمباراة والانتصار يحمل الرقم 62 للترجي الرياضي أمام النادي البنزرتي من مجموع 117 مباراة في البطولة. اليوم وجدنا يعني الظل نتاعنا معناتها في الكرة الثابتة فالحمد لله لقيناها في وقت صعيب وجات في وقتها. خدمنا على الكرة الثابتة لكن عملنا أخطاء نتاع محاصرة نتاع تمركز كلفونا أهداف في 3 كرات اللي قبلناهم عملنا أخطاء والمنافس عرف يستثمروا ورغم اللي كنا على مجمل المباراة واقفين وحاولنا معناها نلعبوا بالإمكانيات المتاحة. بعد كي تقبل جوج بلدات في ماتش صعيب برشا باش ترجع في الماتش نتاعك رجعنا سير بيلانتي حابين نعاود نعدلوا جاي بلدات مركاو هما قدموا الماتش براتيكمون نتعلموا من اخطاء نظالي ولاد الكل صغار وناقصين برشا خبره. انتصار اخ خلينا نخدموا باكثر اريحيه خلي كونفيونس تدخل بالكدا في الجروب ان شاء الله نكملوا هكا مازالت لنا بارتي نتاع ستاد بعد كيب ناسيونال ان شاء الله نكملوا ب 3 بوان باش تكون التريف باهية بالنسبة لنا إن شاء الله. سي يوسف الفت انتباهي في الفيديو اللي تعادها توا انه كيما عمار صويح كيما غازي غراي يقول لك خدمنا على الكرات الثابتة. سي بي خاسرة لكن ما عرفتش تستغل الكرات الثابتة بينما الاسبيرونس يبدو انها احسن تستغل الكرات الثابتة. ممكن انت فسرت توا عندي وقت نتكلم توا؟ اي بيان سور عندك وقت. انت فسرت تو هذا خدم الكرات الثابته نجح وهذا خدم الكرات الثابته ما نجحش وهي المقابله ككل وهي هذا الملخص نتاعها اللي الترجي الرياضي التونسي عمل مقابله وهو نعرف ان الترجي التونسي وقت يتنقل بنزرت مع السي ابي ديما يتنقل في حذر مهما يكون الفورمه نتاعو مهما تكون الفورمه نتاعو ومهما تكون الحاله نتاع النادي الرياضي البنزرتي ديما يتنقل وهو في حذر زاد كبير يتنقل وهذا ما صار
معناها كي هبط الترجي هذه التونسي هبط ما نقولش حذر على مستوى التفكير الدفاعي، لكن كان متمركز وكان يعرف كيفاش يتعامل في المقابلة هذه، لأن الميدان هذا ما يقدرش يلعب فيه كما يحب هو في رادس. وحتى كان خذا هنا الإحصائيات تقول هو خذا أكثر امتلاك كرة، لكن الامتلاك الكرة ما ترجمتلوش فرص نتاع أهداف واضحة، بل بالعكس معناها زوز فرص اللي جاوا للنادي الرياضي البنزرتي في الشوط الأول كانوا يقلبوا وجه المقابلة بعد إذا فما كانت نجاح. لكن هنا الترجي التونسي اتعامل مع المقابلة أكثر واقعية، وتعامل مع المقابلة بطبيعة الحال هو في حالة مرتاح، يلعب براحة ويلعب بثقة في النفس، وهذا ينقل المقابلة الخامسة على التوالي اللي هو انتصر فيها. هذا ما يترجم النجاح نتاع الترجي التونسي والإخفاق نتاع النادي الرياضي البنزرتي. وكينا نشوفوا الأربع أهداف كانوا على ضربات ثابتة، معناها زوز ركنيات كرة معناها كفرة وضربة جزاء، معناها أربع كور ضربات ثابتة. لكن هذا النادي الرياضي البنزرتي ما عرفش يتعامل مع الفرص اللي جاته. ككل المقابلة اللي شفناه، أنا اخترت فيتيار اللي يعطي وقت اللي الترجي التونسي ما استعملش تطليع الكرة. معناها أنا نقول أنا طيش الكرة، معناها الكرة ياخوها الملاعبية متاع السيابي ويطلعوا بيهم، حتى الكرة الثانية مش موجودة بالنسبة للترجي التونسي. وشوف هنا كيفاش الفرصة تخلقت، فما مساحة والمساحة مسموح باش يمشي بها ومشى بها، لعب غراب مشى بها وطلبين الكرة بذكاء بالنسبة لساسي اللي هو هالملاعب هذايا هو اللي يعطي الإضافة الفنية بالنسبة للنادي الرياضي البنزرتي، ونجح في أول لمسة الحارس مربع رجعها. وفي آن واحد معنا يوسف كان من الوراء وعلي المشاني معنا فسخ الهدف، هذه الفرصة كانت واضحة واضحة تماما. فرصة ثانية جات كيف التوقيت نتاع علي مشاني تخلقت به فرصة اللي هذه نجم نقول الفرصة هذه عدم التوازن نتاعو هو اللي خلى ما ضيع الفرصة هذه، مش ما الترجي التونسي وقفها. حب يقول الغلطات الموجودة ما استعملهمش النجم السيابي، لكن بالعكس ان الترجي التونسي استعمل غلطات بثبات. هذه الركنيه الاولى، الركنيه الاولى معناها على طول معناها وحده ما بين ثلاثه القدامي اللاعب نتاع النادي الرياضي البنزرتي لازم يكون قدام خنيسي مش وراء خنيسي. هذه الكره الثانيه شوف وحده تماما، حتى في التمارين ما نعملوهاش احنا، معناها المدربين ما يعملوهاش، هذه وحده على طول وسجل الهدف الثاني. هذوما غلطات بدائيه. والهدف الثالث حارس المرمى على الخط معناها كي تبلانجا يبلانجا في وسط المرمى ما يتبلاش خارج المرمى. ثلاثة أهداف اللي هما كانوا قضاوا على المقابلة بالنسبة للترجي التونسي، والترجي التونسي استحق بطبيعة الحال الانتصار نتاعه. والنادي الرياضي البنزرتي دخل في دوامة عدم الثقة في النفس، ولا مطالب بالنتيجة في أسرع وقت ممكن، وهذا اللي صعيب باش الفريق يرجع الثقة نتاعه. غازي الغرير وضعته صعبة اليوم، برشا كلام قاعد يخرج، برشا إشاعات صحيح قال هنا وهناك. صحيح معناها الملعب غازي الغرير الوضع نتاعه في 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 في, في السدوس معناها جولتين الأخرانيين معناها كان في موقع غير ما يحسدش عليه. لا يحسد عليه. هذا صحيح معناها مش مرتاح، ولأن النادي الرياضي البنزرتي فريق اللي وانا قلت كان تذكرش هنا قلت راه النادي الرياضي البنزرتي معناها الجمهور نتاعو والمحبين نتاعو يطلبوا ما قبل ما بعد النتيجه اللي تعدات، وقت اللي كانوا مش راضيين لانه كانوا متخوفين على المردود نتاع الفريق. هو صحيح المردود نتاع الفريق قاعد في تنازل، هذا اكيد قاعدين. انت خبير في جمهور النادي الرياضي البنزرتي اكيد. لا كما اي محب. سليم الجديدي تحكيميا كيفاش شفتها مباراة السيابي والاسبيرونس؟ عندنا برشا لقطات في المقابلة هذايا. نشوفوا اللقطة الأولى كيفاش غراب يهز الكرة يدخل بها لمنطقة 18 متر. الحقيقة لا فما لا دفع لا عرق لا فما حتى شيء، معناتها فما حتى شيء معناتها، ومطالبة ضرب جزاء هما لهنا. شوفوها بالبطيل هنا يدخل يدز الكرة ويدخل ويتيح، ولا وجود لمخالفة ولا ضرب جزاء. اللقطة الثانية
كيف كيف مطالبه ضرب جزاء. انا نشوف هجوم من نادي البنزرتي، الكره باش يلعبها خليل شمام، وغراب هو اللي شاد وخليل شمام هو شاد، لزوج شادين معناتها في الحالات هذه معناتها نخليو الكره تلعب ولا وجود لمخالفه. شوف لزوج يلعبوا بيديهم ولا وجود لمخالفه ولا وجود لضرب الجزاء. كيف كيف لقطه ثالثه مطالبه ضرب جزاء هنا، كيف كيف هجوم عكس معناتها، شوف غراب يدخل من منطقه 18 متر الحقيقه، هو معناتها يمكن ما حسبش مليح، خسر التوازن نتاعو، ما حسبش مليح، خسر التوازن نتاعو، بديت الروبون الكره عملت له حاجه هكا، ولا وجود لمخالفه ولا وجود لضرب الجزاء. لقطه رابعه فيها تسلل، شوف كيفاش وقت التمريره لاعب النادي البنزرتي متقدم على ثاني اخر مدافع والتسلل صحيح. شوفوا بالبطيله هنا لاعب موجود هكا بالخط واللاعب موجود معناتها في موقف تسلل. اللقطه الخامسه لقطه بن شريفيه، شوفوا كيفاش هنا ملتقط الكره يعطيه الكره، وبن شريفيه هنا الحقيقه عمل جيست معناتها سلوك مش رياضي، تو نشوفوها معناتها في كرون اكبر. شوفوا كيفاش شد السلوك، الحقيقه ما كنتش نتصور انا معناتها صحيح، ما كنتش نتصور معناتها بن شريفيه يعمل حاجه كيف هذه، مش معودنا مش معودنا تمام، والانظار مستحق في اللقطه هذه. اللقطه السادسه لقطة ضرب الجزاء، شوفوا كيفاش الكرة تتهز والضوادي الحقيقة خلطت مؤخر، نفس الشيء راهو في الكرة وقت اللي أنت دخلت الثاني، شوف لهنا ما عندوش شانس باش يلعب الكرة ويطلع على غراب معناتها، وفما إهمال في الحقيقة، فما إهمال في اللقطة هذه والمخالفة موجودة، ضرب الجزاء صحيح. اللقطة لهنا تدقي فيها شوية، تو لهنا قعد نقاش معناتها في الريبريز تاع الجو، خاطر تقول للجمهور معناتها فما كلام بذيء حاجة هكا، دونك هذا مقص وقف اللعبة وباش يرجع معناتها الكود انفوا، باش نشوف الكود انفوا كيفاش يرجع. فما لاعب تاع بنزرت هنا من تالي معناتها، والمفروض معناتها يكونوا اللاعبين الكل في شطر تيران من هنا، ومن بعد يعطوا الكود انفوا. به اللقطه الاخيره نشوفوا لهنا فما افراط في استعمال القوه لهنا، شوفوا كيفاش شوفوا في الايكرون اكبر، شوفوا لهنا لاعب نادي بنزرتي كيفاش يعمل. الحقيقه لان كان على الحكم معناتها الاشاره الورقه الحمراء لاعب نادي بنزرتي. هذا شعلنا في الموفيولا في انتظار المباريات اللي جايه متباعه، مازلنا مواصلين في اطار الجوله السابعه من رابطه المحترفه الاولى لكره القدم.